ويبقى الحلم الذي يراود كل رياضي كل 4 أعوام، حلم الميدالية الأولمبية والوقوف على منصة التتويج الأولمبية. كابتن عبير، اتكلمنا عن سارة سمير. نعمة سعيد بطلة كده برضو هادية قوي جدا رايقة كده، بحس يعني اللي ما تخش ترفع، هي بتلعب يعني سودوكو، ما بتلعبش رفع اصغر. ايوه بقعد الاقي بنتي ايه الهدوء ده، مش طبيعي كده. وده مطلوب في الرباعين على فكره، ولا يعني مش كل الرباعين بس هو في رباعين خلاص هم هادين كده، هم بيعرفوا يعملوا كل حاجه، هم هادين، ما ينفعش تيجي تعصبهم، هم لو جيت عصبتهم مش عارفوا يتمرنوا. فهي كانت زي بالظبط يعني من الناس اللي هي هاديه ورايقه كده خالص، يعني انا بحب الناس دي جدا. تمام. في حاجه برضه انا بشوفها في نعمه كده، حاجه كده في الفسيولوجي، موضوع فسيولوجي كده شويه، او مقاييس جسم نعمه سعيد. لو جينا حسبناه كده يعني اختبارات ومقاييس للعبه، انا بشوف لا ما تلعبش رفع اثقال. ايوه يعني تلعب لعبه تانية، تلعب سلاح شيش، تلعب باسكت، ممكن تلعب ايوه الاطراف الطويله مش مطلوبه في رفع الاثقال ولا مطلوبه؟ ولا والله يعني نعمه لو وزنها عالي هتبقى بيرفكت جدا والله. يعني اول ما وزنها يعني هيظبط قوي، هي لسه بس عشان رفيعه فالدنيا تحسها مش اظبط حاجه. وبعدين دي برضو مشكله عندنا هنا في مصر، ان احنا مش بنختار اللعيبه. يعني بره في الصين مثلا او امريكا بيجيبوا اللعيبه كده في المدرسه مثلا، في المدارس بيروحوا المدارس، انت لاعب باسكت، انت لاعب رفع اثقال، انت لاعب سباحه، بيبقوا عارفين بقى بالقياس. لكن احنا ما عندناش كده، انت عايز تلعب العب اي حاجه بقى. ان شاء الله لو قصير تلعب سباحه العب مش مشكله. فالموضوع عندنا هنا مش احسن حاجه في الحاجات دي يعني. بس هي ان شاء الله ما وزنها يعلى شويه هتظبط كتير. لا انا مش بتكلم على انها كبطله وترفع، لا هي بطله، بس انا بقول لك يعني بتعمل احسن من اي حد في اما وزنها يعلى هتلاقيها ظبطت اكتر. الموضوع ان شاء هيختلف الله. وفي بطلات وفي لعيبات في ربعات طوال كمان واطرافهم طويله. ما انا طويله مش قصيره، وبرده ما كنتش تخينه برده. في اطول منك كمان، كانت معاكي في لندن ليديا فالنتين الاسبانيه. ليديا اطول، بس ليديا حجمها اكبر يعني. انا كان شكلي ارفع منها، هي ما شاء الله حجمها اكبر. فنعمه من الربعات اللي انا بقول كسرت القاعده بتاعه طول الاطراف. هي برده مميزه قوي في الحته بتاعتها دي، انها رفيعه كده وبتعرف تشيل. والله انا اتفاجئت، انا ما كنتش عارفاها. وبعدين لما عرفتها ولقيتها بتشيل بالتكنيك ده اتفاجئت، يعني حاجه كويسه، حاجه مميزه كده غير الاسطمبه اللي احنا متعودين عليها. احنا متعودين على اسطمبه معينه، فهي لا، هي حاجه تانية خالص. دي كانت في دوره البحر المتوسط طبعا، وحصلت على الميداليه الذهبيه. فرق كبير كمان، حتى بتلعب مرتاحه في افريقيا، بتلعب مرتاحه. احنا ما شاء الله في دوره البحر والدوره الافريقيه والعربيه احنا ما شاء الله نمبر 1 على طول. مش منافسين لوناش، احنا لوناش. ايوه بالظبط كده. ودايما بقول حتى الانتقاء الربعين زي ما انت كنا بنتكلم، ان احنا عندنا في مصر كنز او منجم اسمه رفع الاثقال. انت ممكن لو جبت اي، انا بقول ده دايما، لو جبت شفت ولد في الشارع كده شكله ينفع رفع اثقال هتجيبه هيشتغل عليه. انا عايز اقول لك على حاجه، كابتن رمضان مدربي هو شافني في الشارع وانا بلعب، كنت لسه ناقلين البيت جديد. راح هو صاحب بابا قال له دي بنتك انا عايزه تلعب دلوقتي حالا، عشان كنت قصيره وكنت مربعه كده. فاول ما شاف شكلي قال لي انت هتبقي بطل ولازم تيجي تلعبي. والله العظيم فهو خدني بالشكل، بس ما هو ده اللي بنتكلم عليه يعني. هو كان ليه نظره مستقبليه فظيعه ما شاء الله، بسم الله العين الخبيره، العين الخبيره في الانتقاء. ان انا اشوف اللاعب بعرف ده ينفع لاي لعبه، زي ما انت بتقولي في الصين. ايوه هو في الصين بيعملوا حاجه كمان، يعني عندهم المدارس الرياضيه هناك. الطفل بيخش عنده 5 سنين. ايوه انا عارفه والله، تعرف الموضوع، بتعمل له اختبارات ان هو ينفع يصلح في 5 ألعاب. ايوه في الاخر بيخلي الموضوع يرسى على لعبه واحده اللي هو مميز فيها اكتر، بيكسروا حاجه الدنيا بعد كده. والله العظيم نفسنا نوصل للليفل ده بجد، يعني احنا فعلا هنكسر الدنيا بجد بقى لو احنا وصلنا للليفل ده وتفكيرنا حتى اختلف. هنوصل لحته حلوه قوي، مش هنبقى بقى اساد دوره البحر بس وافريقيا، لا الاولمبياد كمان.